أنا أعتبر القصيدة فعالة وجميلة إذا خرجت من القلب. Work together with the foundation for the purpose of peace. كيف نحمي الشباب؟ الثقافة يجب أن يكون لها دور بالمهارات. أن هذا شاب يبي يعني يروي نفسه، يبي عنده عطش من داخل. فليش دائما نستورد الفكر الخارجي؟ And it was a wonderful exchange of ideas around this theme of a common world with shared problems. أعزائنا المشاهدين، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من قناة البابطين الثقافية، ويتجدد لقاؤنا معكم وبرنامج حوار فكري نناقش فيه بعضا من قضايا الفكر والثقافة. ضيف حلقتنا اليوم هو الدكتور سليمان الصويط، الأستاذ بكلية التربية الأساسية. أهلا بك دكتور سليمان. أهلا وسهلا فيكم، شرفتنا في هذه الحلقة وأنتم شرفتونا كذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الله يسلم. نعود إليكم أعزائنا المشاهدين وحوارنا مع ضيفنا العزيز دكتور سليمان الصويط، لكن بعد هذا الفاصل، لا تذهبوا بعيدا. نجدد التحية لكم أعزائنا المشاهدين، كما نجدد الترحيب بالدكتور سليمان الصويط. أهلا بك مرة أخرى دكتور. أهلا وسهلا. سليمان، أهلا وسهلا دكتور. دكتور سليمان، السؤال هو الباب الحقيقي للمعرفة، ولا شك أن كل ثقافة ما هي إلا مجموعة أجوبة لأسئلة تشغل عقول الناس. ما أهمية السؤال في حد ذاته، وما ضرورته في دفع عجلة هذه الثقافة وتنميتها إلى الأمام؟ نعم. السؤال في كينونته الأصلية هي وجد مع وجود الإنسان. نعم. يعني السؤال هي حاجة أساسية من حاجات الإنسان. منذ الإنسان البدائي خلق، وخلق معها هذا السؤال، وهذه الوسيلة التي قد تتطلب لوجود معرفة أو لوجود شيء يريد أن يعرف. إذن السؤال ضرورة حياة. بالضبط. نعم. السؤال لبس أثواب مختلفة على مر العصور. نبدأ مع العصر اليوناني القديم. كان ملبس السؤال الغاية منه هو الفحص. نعم. يعني بمقتضى أن الطرف الأول يسأل الطرف الثاني من أجل أن يفحص إجابة الطرف الثاني، لا من أجل أن يأخذ معرفة يريد أن يستسقيها منها. السؤال لذات السؤال. بالضبط، وهذا ما وجد في العصر اليوناني. ممارسات اليونانيين القدماء أن يبعث الطرف الأول للطرف الثاني سؤال، يكون هو السؤال المحوري الذي تدور حوله هذه النقاش. نعم. من بعد أن يحصل هذا الطرف الأول من الطرف الثاني الإجابة الرئيسية على هذا السؤال الرئيس، يفصل عليه وابل من الأسئلة المتتابعة قد تكون مقتضى هذه الأسئلة في الإجاب، وقد يظن الطرف الثاني أن هذه الأسئلة المتتابعة ليست لها علاقة بالسؤال الأول. نعم. فيجيب عليها بصورة منفصلة عن إجابته على السؤال الأول. طبعا هذا السؤال في الحوارات الفكرية والنقاشات العلمية. بالضبط. وأنا أناقش السؤال في في مظاهر الحياة العادية. لا، أنا ناقش هذه الإجابة. نعم. بما يناسب عنوان برنامجنا، هو الحوار الفكري. نعم بالضبط. نعم. فيقوم الطرف الأول في جمع الأجوبة التي استسقاها من الطرف الثاني، ويكون الغرض من هذا الجمع هو إظهار التناقض من هذه الإجابات، فيكون هذا السؤال وصل عند هذه الغاية التي أرسل لها هذا السؤال، وهو غاية الفحص وإقحام المحاول. نعم. لكن هذا لم يستمر في العصر الأوروبي الحديث. العصر الأوروبي الحديث في زمن كانت، وأعني في القرن الثامن عشر، كان السؤال
بمعنى النقد، أي أن أخضع جميع الأسئلة وجميع المواضيع التي تدور عليها هذه الأسئلة تحت طائلة العقل، وأن ولم يكتفي بذلك بل أخضع شرائط هذه المعرفة ألا وهو العقل تحت طائلة هذا العقل. إلا أن المشترك بين العصر اليوناني القديم والعصر الأوروبي الحديث أن من يمارس هذا السؤال ليس عامة المجتمع، من يمارس هذا السؤال هي فئة قليلة من المجتمع لها السلطة ولها الزمام في أن ترسل الأسئلة التي تريد وعلى الطرف الآخر أن يجاوب الأجوبة التي يراها. لكن ما نصب إليه وما يناسب الحداثة القادمة وما يناسب المجتمعات المتطورة هو أن نبحث عن ما يسمى بالسؤال المسؤول، وهو ما تطرق له الدكتور طه عبد الرحمن في كتابه. نعم. والسؤال المسؤول هو أن من يمارس السؤال ليس بمعنى أنه ذو سلطة معينة أعطي له أن يرسل الأسئلة لمن يريد وكيف ما يريد ومتى شاء وكيف ما شاء، لا، يجب على من يمارس هذا السؤال يمارس هذه الخاصية لأنه موضع سؤال. نعم. كونه هو من ترسل له أسئلة كثيرة ولا يحمل لها إجابة، فبذلك يعطي الحق أن يرسل أسئلة من أجل أن يوصل إلى الإجابة التي ترسل للطرف الثالث. نعم. بالنسبة للسؤال في حركة البحث العلمي، نعم، يعني إذا أردنا أن نخصصها في طالب الماجستير والدكتوراه، نعم، ولابد أن تشغله مجموعة أسئلة، نعم، يخرج من خلالها إلى إبداع معين، إلى فكرة معينة، نعم، نعم. فإذا السؤال مهم جدا لطالب الدراسات العليا، لعلك تكشف هذه القضية. نعم. تقوم الرسالة العلمية على سؤال، نعم، ويقال أن نصف الرسالة هو كيفية وضع هذا السؤال، كيف تسأل بالضبط. نعم. وأيضا فلسفة نقاشات الرسائل الجامعية هي مدى مطابقة إجابتك مع السؤال المطروح في أول رسالة. هذا كل ما في الموضوع المناقشة الماجستير والرسالة والدكتوراه في جميع دول العالم، هو كيفية مطابقة هذا السؤال الذي وضع في بداية الرسالة مع الإجابة التي موضوعة في هذه الرسالة. ما خلاف ذلك هو عبارة عن هامشيات قد تطول هنا أو هناك. جميل. إذن السؤال في مطلوب ومهم جدا في حركة البحث، بل في حركة الثقافة، بل في حركة المجتمعات الديمقراطية النامية الصحيحة. نعم. نعم. وأيضا الذي هو أكثر أهمية من السؤال كيف نسأل. نعم. يعني هل هناك طريقة لحدود السؤال أو طريقة مثلا نقربها للسادة المشاهدين كيف يسأل الباحث؟ أنا أدعو إلى فك جميع الالتزامات على السؤال. نعم. عليه أن يتحرر من كل شيء. بالضبط. وأن يسأل من يشاء، ولا نعطي الحقية للسؤال لمجموعة من الناس كما هي موجود في العصور السابقة. نعم. أن من يشاء أن يريد أن يمارس هذه الخاصية فليمارسها. لذلك سماها الدكتور طه عبد الرحمن السؤال المسؤول. أن كل شخص له حقية أن يسأل، وكل شخص له حقية أن يجيب عن هذه الأسئلة. نعم. نعم. إذن السؤال الآن أصبح ضرورة حياة. نعم. وضرورة تطور وضرورة بناء للمجتمع. نعم. وهو أيضا السؤال يتميز بالحرية. بالضبط. والانطلاق. بالضبط. وأنه يسبح في فضاء لا حدود له. ننتقل إلى قضية أخرى وموضوع آخر في هذا الحوار الشيق معك دكتور سليمان. بالنسبة لعنوان برنامجنا هو حوار فكري. ما رأيك أن نتحدث عن الحوار، معنى الحوار، حدود الحوار، كيف يكون الحوار الحقيقي البناء الخلاق؟ إذا سمحت لي أنا أجيب عن هذا السؤال من يعني منطلقي. نعم. المنطلق الأول أن كل كلام البشرية هو عبارة عن حوار، كل الكلام، وأنا أعني بذلك كل الكلام، وأن كل حوار، المنطلق الثاني، وأن كل حوار قائم على اختلاف. نعم. كل حوار، وأنا أعني بوضع خطين تحت كل. إذن السمة الأولى لأي حوار هي الاختلاف. السمة هذه سمة طبيعية. السمة الأولى لكل الكلام هو الحوار. نعم. والسمة الثانية أن كل حوار هو عبارة عن اختلاف. هو عبارة عن اختلاف. نعم. الحوار قد يكون بين شخصين، قد يكون بين مجتمعين، بين أمتين، بين أي كان. قد يطرح سين من الناس أن الكلام النفسي هو عبارة عن كلام ولكنه لا يقوم على حوار بين طرفين. كيف نحل هذا الإشكال؟
الحل على هذا الإشكال أن نقول أن الكلام النفسي ليست صفة حقيقية، ليست يعني ركيزة أساسية للحوار. هل يمكن أن نسميها حوارا مع النفس؟ نعم، من هذا المنطلق نعم. أن الإنسان إذا كلم نفسه فهو حين يكلم نفسه يماثل الحقيقة في حواراته الحقيقية. بالضبط. نعم. يعني يخلق في نفسه شخص وهمي أو يستحضر من المجتمع شخص ويبدأ يحاوره على هذه الحقيقة الغير أصلية. فالحوار النفسي هو عبارة عن انعكاس للحوار الحقيقي. نعم. يعني أنا لا أتصور ولا أعتقد أن أحد يتصور يحاور نفسه من غير أن يمثل شخص داخله. بالضبط. يقول له ويرد عليه ويجعل الطرف الآخر هو الطرف الذي يتبنى الآراء التي تعارض آراء الحقيقية. نعم. هذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني أن لكل حوار اختلاف. نعم. قد يأتينا إشكال ثاني يقول أن بعض أشخاص يقعدون مع يجلسون مع بعضهم البعض ويتكلمون حول الحوارات واتفق عليها بينهم. نعم. الحل لهذا الحوارات أيضا نقول أن هذه الحوارات أيضا حوارات غير صفتها الحقيقية. قد يكون أن هذه الحوارات المتفق عليها بين طرفين قد سبقها اختلافات مع أطراف أخرى. نعم. فتكون سبقت بالاختلاف. بالضبط. إذن هي لا تستغني عنه ابتداء أو انتهاء. بالضبط. فالحوار هي مطلب أساسي للإنسان. نعم. والاختلاف لا يعني التفرقة. نعم. ولا يعني التزمت ولا نعم. يعني الاصطفاف ولا يعني القتال، بل الاختلاف هي سمات الأمم الحية وصفات نعم. الشعوب الحية وصفات الأمم المتعايشة. يعني يجب على الإنسان العربي، هذا الإنسان الذي نشأ في أصوله الأولى على الحوار والاختلاف في والمشاهد على هذه سطرها كثير من الكتب في نعم. العصر العباسي والعصر نهايات العصر الأموي والعصر بدايات العصر الأندلسي والعصر نعم. العثماني نعم. كان كثير من كتب المناظرات والجدال قائمة نعم. على الحوار وقائمة على 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 الرأي والرأي الآخر. والحوار لا يعني إقصاء الآخر بالضبط. ولا يعني محوه وإلغائه. بالضبط. نعم. بالضبط. بل الحوار هو أخذ ورد نقاش. نعم. والحضارات كلها عموما يتأثر بعضها ببعض. نعم. العلوم يتأثر بعضها. نعم. ما بالنا بالحضارات. نعم. لابد أن تتأثر نعم. يتأثر بعضها ببعض. من هذه من هذا العرض الذي طرحناه نقول نحن ما صحبنا العلم وما خضنا بحار المعرفة إلا لإسعاد أنفسنا. نعم. وإسعاد الناس لا لإشقاء أحد، لكن أحياناً بعض المناقشات العلمية أو الحوارات العلمية لا سيما في بعض المجموعات الإلكترونية الحديثة في مواقع التواصل الاجتماعي كثير من هذه النقاشات العلمية المبنية على أصول علمية قد تفضي في عاقبة أمرها إلى الخصام وإلى النفور وربما العداء يعني في 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 المجتمع. أنا أعتقد أن هذه النتيجة معناها أن هذا الشخص أو هذين اللذين المتحاورين لم يستفيد من العلم شيئا، لأن العلم أولا يهذب وهو وسيلة من وسائل الاتصال وسائل التلاقي. نتكلم عن هذه القضية لكن بعد هذا الفاصل. أعزائنا المشاهدين لا تذهبوا بعيدا، لدينا مزيد من الأسئلة الفكرية والثقافية مع الدكتور سليمان الصويت لكن بعد هذا الفاصل، انتظرونا. نجدد التحيات لكم أعزائنا المشاهدين كما نجدد الترحيب بالدكتور سليمان الصويت. أهلا بك مرة أخرى دكتور سليمان. كنت قد توجهت إليك قبل الفاصل بقضية أو بسؤال أو بفكرة، وهي أن العلم أداة للسعادة، أداة لإسعاد أنفسنا وإسعاد الناس من حولنا، وليس أبدا أساسا للشقاء والخلاف. ما نجده في بعض التواصل شبكات التواصل الاجتماعي من الخصام بعد كل نقاش علمي، ما تحليلك وكيف نعالج هذا الأمر؟ يعني تفضل. أي خصام ينشأ بعد نقاش علمي ف
فهو ليس نقاشا بعد نقاش يسمى علمي فهو ليس نقاش علمي. نعم. النقاش العلمي أبدا لا يفضي إلى خصام أو إلى فضقة لأسباب عدة سوف أتناولها. نعم. أي فضقة تنشأ من مسبب رئيسي وهو عدم المساواة. أي فضقة في العالم هي تكون جذورها الأساسية عدم المساواة. عدم المساواة. يعني مجموعة من المجتمع تحظى بميزات لا يحظى به المجتمع. هذه الفضقة بين هذه الطبقة وهذه الطبقة هي أساس أي فضقة في المجتمع. نعم. هذه النقطة سوف تفضينا إلى نقاط متتالية. بعدها سوف يأتينا بما يسمى شق الصفوف. وشق الصفوف بعد عدم المساواة. نعم. يعني أن المجتمع تشظى وأن المجتمع وأن كل جزء من هذا المجتمع يعتقد بأفكار لا يعتقد بها الآخر. إضافة وهذه النقطة المحورية في هذه النقطة. نعم. أن كل فرقة لا تحاور الآخر. وهذه لب المشكلة. أما النقاشات الاختلافات النقدية والاختلافات الفكرية أبدا لا تفضي إلى هذه النتائج. المفروض أنها لا تفضي إلى هذا إذا قامت. نعم. على أسسها الصحيحة. نعم بالضبط. وإذا لم تقم على أسسها الصحيحة فهذا ليس نقاش علمي وليس حوار علمي. هذا حوار إن صحت تسمية بين قوسين هذا حوار شوارعي. نعم. الحوار الفكري يجب أن يقوم على المساواة. وهذه المساواة هذه الثقافة نحن بحاجة إلى نشرها في المجتمعات العربية. وهذه الثقافة ضاربة بجذورها في ثقافتنا الإسلامية قديما. نعم. لماذا ابتعدنا عن هذه الجذور الطيبة؟ الحوار الفكري يجب أن يقوم على المساواة. وكون أن شخص من أطراف هذه الحوار وصل إلى الصواب لا يعني أني أنا لم أساهم في هذا في وصول إلى هذا الصواب. ولو أن هذا الشخص له مطلق الحرية في وصول الصواب لماذا دخل معي في هذا الحوار؟ نعم. فوصول إلى هذا الصواب من خلال نقاشي معه. نعم. ومن خلال تحاوري معه وعلى أقل تقدير وإن كان مؤمن في هذا الصواب فإيمانه زاد من خلال حواري معه وتسليمي بهذا الصواب. فكل حوار يجب أن يفضي إلى ثلاث أشياء. نعم. وكلها جميلة. إما الوصول إلى الصواب وهذا ما نصبو إليه أو ما يصبو إليه جميع العقلاء. نعم. أو معرفة كلا الطرفين برأي الآخر وهذا أيضا شيء جميل. نعم. أو تعبيد أو أن يعبد الطريق لمن يأتي بعدنا في نفس هذا الحوار. نعم. نعم. فالحوار شيء جميل إذا مورس على أسس الصحيحة وشيء يجب أن نجني ونحصل على يعني على معرفة لا على شجار ولا على قتال ولا على فرقة كما يحدث للأسف في أيامنا. نعم. تفريعا على هذه النقطة. نعم. وإذا دخلنا إلى مجال تخصصك الأكاديمي. نعم. وهو مجال النقد. نعم. وتحليل النصوص الأدبية. نعم. التحليل النصوص الأدبية نقدها يعني تعتبره مذاهب. نعم. كثيرة ومدارس كثيرة. الاختلاف في تحليل النص الأدبي أعتقد أنه علامة طيبة وجيدة وعلامة رائعة. نعم. أن النص هذا يقرأ من عدة زوايا. نعم. أو من عدة اتجاهات. نعم. هذه القراءات لا تعني أبدا الاختلاف. أبدا. أبدا. اكشف لنا هذه الفكرة بطريقة موسعة. نعم. أنا لحسن حظي أن في رسالة الماجستير. نعم. كان تناولي لموضوع الحجاج وموضوع الاختلاف وموضوع تحليل هذه الخلاف الحوارات وتحليل هذه النقاشات. نعم. وتناولت هذه القضية أيضا إذا سمحت لي. أنا اتفضل. تناولت اتفضل. هذه القضية وهي قضية الحجاج. بالضبط. في كتابي الصديق الصداقة والصديق والامتاع والمؤانسة لبحيان التوحيدي. نعم. تفضل. مفهوم الحجاج أيضا في صلب سؤالك دكتور. نعم. نعم. هو الآراء المختلفة حول النص الواحد. نعم. مفهوم الحجاج مفهوم قديم ظهر أيضا عند اليونانيين وبالأخص عند السوفسطائيين. السوفسطائيين كان جميع جدالاتهم جميع حواراتهم جميع نظراتهم النقدية كانت تقوم على الإفحام. نعم. إفحام الخصم. بالضبط. بلا أسس علمية بلا أسس عقلية بلا أي شيء ندخل في حوار الغاية من هذا الحوار هو إقحام الطرف الآخر إسكاته. بالضبط. إسكات هذا الخصم. وقد يكون قد يصل عند السوفسطائيين أن الطرف الأول
يبدأ يقنع الطرف الثاني في حوار جماهيري، والثقافة السوفسطائية ثقافة شفهية، فيقتنع الطرف الأول برأيه من خلال إقناع الطرف الثاني. جميل. يعني كانت الغاية هي الإقناع. هذا كله عصف ذهني عميق. بالضبط. وهذا استمر طويلا، لكن أنا 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 سلمت في هذه القضية كون أن ما كتب عن هذه الفئة القديمة كتبت بأقلام خصومهم، وأنا أنا عندي يعني ريب. هل ترى أن السوفسطائيين ظلموا عبر التاريخ؟ أنا ليس لدي دليل. ليس لديك دليل. لكن كون أن العدو هو من كتب عنهم. بالضبط. أنا لا أركن كثيرا إلى هذه القضية. لكن بعد السوفسطائيين جاء سقراط. فسقراط يعني بان أمامه هذا الفساد، وبان أمامه هذا العبث، فساد عقلي. بالضبط. بالضبط. فجاء بقواعد منطقية صارمة كردة فعل على هذا العبث الفكري الذي أجراه السوفسطائي. وهو من أنشئ ومن وضع لنا أسس رئيسية لعلم المنطق. بالضبط. وعلم الفلسفة. لكن سقراط كان يعني على المقولة الفيزيائية لكل فعل ردة فعل، كانت ردة فعل سقراط جدا متزمتة. حتى جعل النصوص المنطقية النصوص جدا ضيقة، الحوارات في يجب أن تمر في قنوات ضيقة حتى نصل إلى الحقيقة. أي وجاء من بعده أفلاطون وسار على نهج. يعني كما تطرف السوفسطائيون يسارا، تطرف سقراط يمينا. بل جاء أفلاطون وزاد الطين بلة. لم يكتفي بهذه إذا انصح التعبير بهذا التزمت العقلي المنطقي الذي أجراه سقراط، بل أضاف عليه مسألة المثالية. وقال يجب أن جميع الأفكار المعرفية بعد أن نمرها بهذه القنوات السقراطية يجب أن تكون مثالية. وأنشأ ما يسمى بالمدينة الفاضلة. المدينة تحاكي في السماء، تحاكي كل ما هو موجود في الأرض على كمال المطلق. بالنسبة لتراثنا كما في الصداقة والصديق. سوف نصل للصداقة الصديق، لكن هناك نقطة محورية عند أرسطو. أرسطو أنا هذه الشخصية الفذة، يعني لا أملك إلا أن أقف إعجاب. هو من الذين يعني لهم أثر على البشرية. بالضبط. يعني بالضبط. وكتاب الخطابة، يعني هذا الكتاب أشبه بالبذور لكل العلوم التي جاءت بعد أرسطو. جميع العلوم يجب أن نلقى القصد الفكرية الأدبية، يجب أن نلقى لها بذرة في كتابة الخطابة. أرسطو ماذا قال؟ قال أن هناك اختلاف بين الخطابة الذي يعنيها أفلاطون وسقراط وبين الجدل. فالجدل أشار له، قال أن الجدل جزء من الخطابة، لكن الجدل ليست لها مقدمات كلية كما هو موجود في الخطابة. الجدل له مقدمات تعرف عليها الناس، تساوق عليها الناس، عرف أنها هذه حقيقة، ولكن ليس لدينا دليل منطقي علمي لهذا الشيء. هذه البذرة منطلق لها المنهج الحديث الذي أنا أقمت رسالتي عليه. في شخص يقال له بيرلمان وتيتكا أنشأوا كتاب اسمه البلاغة الجديدة، تكلموا وأسسوا لهذا المنهج، وهو منهج الجدل. وجاء من بعدهم شخص اسمه سكامبر ديكرو في عام 1972. أحدهم كان محامي، وليست لها علاقة في الأدب ولا في المنطق ولا، لكن هذا المحامي يعني أثاب له إشكال. يقال يعني أتي بعض القضايا أترافع عن هذه القضية يقتنع فيني المحامي، وبعض الأيام أتي وأترافع عن القضية ولا يقتنع فيني المحامي. ما هو الاختلاف بين هذا الترافع وهذا الترافع؟ وأنشأ ما يسمى بالمنهج اللغوي للحجاج. فالحجاج ببساطة نقول له هو كل كلام يسير بين الكلام السوفسطائي الأسود وبين الكلام المنطقي الجامد الأبيض عنده. هي المنطقة الفاصلة. المنطقة الوسطى بينهما؟ نعم، المنطقة الوسطى بين التزمت وبين الإسفاف، بين الإفراط والتفريط. بالضبط. فيما يخص أبي حيان، نعم، التوحيدي. أتيت بهذا المنهج العلمي، المنهج الحجاج، وأردت أن أطبق على تراثنا الأدبي. فاخترت كتاب الإمتاع والمؤانسة لبحيان التوحيدي وسالة الصداق والصديق.
لا يخفى على شريف علمكم أن كتاب الإمتاع والمؤانسة هو عبارة عن سؤال ورد إجابة. فأردت أن أرى كيف أبحيان التوحيدي أقنع السائل في هذه الإجابات، وكيف أقنعنا على مر العصور بهذه الإجابات. هل كان أبو حيان التوحيدي مدرك في إجاباته لهذا المنهج القديم؟ أردت أن أطبق هذا المنهج. جميل. فكانت الإجابة أن أبو حيان التوحيدي طبق هذا المنهج الحجاجي اللغوي بحذافيره، الحديث هذا الحديث الذي أتى به الغرب. نعم، طبقه بحذافيره. هل كان مدرك أو لم يكن مدرك؟ لا أعلم عنه لهذه الإجابة، لكن المنهج مطبق بالأدلة والشواهد. نعم. في كتاب الإمتاع والمؤانسة، وقد صادفت إشكالية في الجامعة التي درست فيها. نعم. أن قد تكون صدفة أنك اخترت كتاب معين يتطابق مع هذا المنهج لتثبت أن هذا المنهج مطابق، فتركت لهم مطلق الحرية في اختيار المسودة الثانية، فتم اختيار على كتاب الصداقة والصديق، ليست لها فيها أسئلة ولا فيها أجوبة، فأتت الإجابة. نعم. مؤكدة على الإجابة الأولى أن هذا المنهج مطبق بحذافيره عن كتابات أبي حيان، وحقيقة تراثنا لا ينقضي منه العجب. نعم. وكم من الأمور التي يتباهى بها الغرب. نعم. لها أصول ولها جذور. نعم. في تراثنا العربي القديم. نعم. رحم الله علماءنا. نعم. وأجدادنا. نعم. الذين أرسوا هذه الأمجاد. ننتقل إلى أطروحتك للدكتوراه. نعم. وقد تناولت فيها أيضا قضية دقيقة وهي عجبتنا على المستوى الشخصي. نعم. وهي أثر علم الكلام في حركة التأليف في العصر العباسي. نعم. وهذا العنوان يغريني ويغري المشاهد. نعم. بتتبع هذه المؤثرات التي تجمع بين علمين أو بين فنين كبيرين. نعم. علم الكلام والأدب. نعم. بعد أن طبقت منهج فلسفي في رسالة الماجستير، انطلقت لتطبيق منهج عقدي في رسالة الدكتوراه. نعم. لأن علم الكلام هو المقصود. صحيح. فيه هو علم العقيدة. نعم. فحبيت أن أجد إجابة لسؤال يعني قد رافقني أثناء كتابة رسالة الماجستير، هل عقيدة الشخص تبذر في كتاباته الأدبية؟ يعني أنا تاريخنا الأدبي يضم كثير من الطوائف الإسلامية، هناك أدباء من أهل السنة والجماعة. نعم. وهناك أدباء من أهل الشيعة، هناك أدباء من أهل المعتزلة. هل الكتابات الأدبية تعكس وتشف لنا عقائد من كتبها؟ فقامت الرسالة على هذا الأصل، فتم تقسيم الرسالة إلى 3 فصول. فصل الأول ناقش كتاب من أدباء أهل السنة والجماعة، والفصل اللي بعده ناقش أدباء المعتزلة. نعم. والفصل اللي بعده ناقش. أنا قسمت الأدباء على المذهب العقدي. على المذهب العقدي. نعم. أشكرك جزيل الشكر. أعزائنا المشاهدين، في ختام حلقتنا لهذا اليوم أتوجه بالشكر إلى الدكتور سليمان الصويط، الأستاذ بكلية التربية الأساسية. أشكرك مرة ثانية. الشكر موصول لك دكتور سليمان. كما أتوجه بالتحية لكم أعزائنا المشاهدين، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة وحوار فكري جديد. كما التقينا على الحب نودعكم على الحب. دمتم في أمان الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.